كل شيء تم تهيئه بفضل الرئيس واللجنة المشرفة على هذا التنظيم. بعد رحلة مضنية من ياموسوكرو إلى أبيدجان وصلنا الآن إلى سان بيدرو. إن شاء الله نتمنى الانتصار للمغاربة ونتأهلوا للربوع إن شاء الله. كل ظروف مواتية وكل شيء تم تهيئه بفضل الرئيس واللجنة المشرفة على هذا التنظيم، وكان كل شيء مزيان وكنتمنى الانتصار، والشيء الآخر كله مسائل عادية وفرناها بكل حرفية وبكل جدية. وشكرا لكم.